في حائل وإلى الزميل عبد العزيز الغرير وتحديدا من الحجر الصحي للعائدين من الأردن. عبد العزيز أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة، أبرز ما رصدته من داخل هذا الحجر الصحي للعائدين من الأردن، تفضل عبد العزيز. مساء الخير حمدان لك ولجميع المشاهدين الكرام في قناة الإخبارية. طبعا الرحلة حطت رحالها بمنطقة حائل يوم الثلاثاء الماضي، أتت من الأردن من عمان وتحمل عدد 142 مواطنا. حين وصولها طبعا تم السيناريو الذي تم هو مكوثهم في الطائرة مدة نصف ساعة حتى يتم إنزال أمتعتهم وتعقيمها، ومن ثم نزولهم بشكل باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل دفعات، بتعقيمهم أيضا ومرورهم بالفرز البصري والكاميرات الحرارية، ومن ثم توجيههم إلى صالة الوصول. ولكن حين محطت الرحلة يعني في مطار منطقة حائل تم نقل مواطنة على الفور بالإسعاف إلى المستشفى، وطبعا هذه ليس لها أي علاقة بفيروس كورونا، وإنما كانت هذه مواطنة تعرضت إلى حادث قبل 4 سنوات وكانت في رحلة علاجية في الأردن. طبعا تم إنهاء إجراءات الوصول في المطار ومن ثم توجيههم إلى الباصات المعدة لنقلهم إلى المكان أو موقع الحجر الصحي. طبعا حمدان الموقع الحجر الصحي الذي أتواجد أنا فيه الآن تم وصولهم إلى هذا الحجر ومن ثم إنزالهم بشكل دفعات ومن ثم توجيههم إلى الاستقبال وتعقيمهم ومن ثم تسجيلهم بالبيانات الخاصة بوزارة الصحة مثل النظام حصن ونظام الاستقصاء الوبائي. بعد ذلك تم يعني توجيههم إلى العيادات المخصصة لأخذ أو سحب العينات الخاصة بفيروس كورونا. بعد ذلك أيضا وفق مسار معين ومحدد لهم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ثم بعد ذلك توجيههم إلى الغرف الخاصة بهم. بعد أن توجهوا إلى غرفهم تم تطهير جميع الممرات التي مروا بها. طبعا حمدان إذا ترى من خلفي الاستقبال الذي خلفي وهو تابع للشؤون الصحية بمنطقة حائل، تم تسليم جميع المواطنين التعليمات الخاصة بوزارة الصحة، وأيضا من ناحية أيضا تحركهم أيضا تم سحب العينات، وحتى هذه اللحظة لم تظهر نتائجهم. سيمكثون في هذا الحجر مدة 7 أيام ستظهر نتائجهم، ومن ثم أيضا يتم سحب عينات أخرى للتأكد أيضا من سلبية النتائج في اليوم 7. في اليوم 8 يتم إخراجهم، حينما يتم التأكيد يتم إخراجهم إلى طبعا المواطنين ووصولهم إلى اتباع الإجراءات ووصولهم إلى مناطقهم، لأن المواطنين من مختلف مناطق المملكة. نعم حمدان. نعم دائما عبد العزيز، نتمنى بكل تأكيد السلامة للجميع. أشكرك جزيل الشكر زميلي مراسل الإخبارية عبد العزيز الغرير، كنت معي من حائل، شكرا جزيلا لك.